اخوان، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للاخوان، الفلوق ديال اليوم ان شاء الله على العلف اللي وليت تنعطي الخرفان من بعد ما تزيتهم. هنا الاخوان راني درت تخليطه اغلبيه فيها تبن، تبن مطحون، لونسيلاج، نخاله، وتنفزقوا شويه. هذه هي التخليطه الاخوان اللي تنعطيهم مؤخرا، يعني من النهار اللي النهار اللي تزيتهم هادشي اللي تنعطيهم. كش كش، هانتوما كما تشوفون النخالة راه مفزكة، شوية ديال لونسيلاج. هو الإخوان غير محيت بقى ليا واحد الخنشة ديال لونسيلاج تنعطيها ليهم، داكشي باش ان شاء الله فاش غادي ندير غادي نحيد لهم. نعطيهم غير التبن مطحون ديال القمح و النخالة. كش كش كش، الدجاج مصيبة. الا كان عندك دجاج مع الغنم. هنا كيما تشوفوا هي هذيك راه ملبية الاخوان. حنا غادي نطلقوا الخرفان دابا باش غادي يجيو ياكلوها. هاني صراحة تنتي تيلحسوا الفراوي، لان بعد ما زيتهم كنت كنطلقهم تقريبا في الصباح وفي العشيه، ولكن دابا وليت تنطلقهم غير في وسط النهار، غير في وسط النهار تنطلقهم. والله يدير الخير. وبالنسبه للاخوان تنفزقوا شويه ديال التبن باش ضروري خصو يكون فازق باش ما يطلع لهمش مع النيف. بالنسبه للناس تيسولوني على الخروف العرج، الخروف العرج الاخوان راه الحمد لله عودنا ليه الجبيره، راه تبارك الله غادي في تحسن. تنطلقوا هو مع الخرفان، يعني غير فاش تنطلقوهم الصباح تنطلقوهم في الغسيل اللي تيخرجوا خرج معاهم. باش نبغي نسرحهم شويه بعيد تنربطو تردو الكوري. بالنسبه للناس اللي صيفطوا ليا تعاليق على حساب الخروف راه فيه الحبوبه، هو هذا الاخوان الخروف اللي فيه الحبوبه راه مازال ما طابتش، هو هذا مازال ما طابتش. طيب ان شاء الله وغادي عاد غادي نطقطقها. وبالنسبة للتبن ما فزكتوش بزاف، غير شوية صافي، غير باش يتلبى غير يشد بعضياته صافي. وتا التبن دابا مزيان الخروف والنخالة بدي نشوف داك الماء ديال الربيع، حتى الربيع مازال ما عقدش، يعني مازال فيه الماء، يعني كما تشوفوا انتم راه موسخين، يعني راه مغيسين. واخا راني تنفرش ليهم كل يومين دابا، حيدت لهم الفراش الاول عاود زدت لهم عاوتاني هاد الفراش اخر. والله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله. بالنسبه للاخوان اللي يطلقوا في الربيع وكاين عندهم داك الثياب، هذاك راه عادي الاخوان، داك الثياب ماشي مشكل، غير الواحد يداوي شويه باش ما يكثرش على الخروف داك الثياب باش ما يصدقش، يعني طايح كاع على الارض. بحال هذا راه مسيب عندي، ولكن غادي نشربو
فلون فلون غادي يجمع والله يدير الخير. وكنت ثياب عادي ماشي شي حاجه اللي داك الثياب اللي تيكون جاري بزاف. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحياتي لكم. فلوك ديال اليوم الاخوه كما قلنا على حساب اصدقاء تيسولوا، يعني راه البرد عليهم بزاف. ثم كما شفتوا هذه دابا تقريبا 10:30 انا عطلقتهم، 10:30 عطلقتهم. يعني غادي يجلسوا في هذه الزريبه هنايا يتشمشوا حتى ديك 12 ولا نخرجهم، واحد ساعتين ديال المكانه يدوروا شويه في القصيل، يدوروا شويه في الربيع، الله يجعل البركه. يرجعوا العشيه تاكلوا الفراش، البال ديال الفراش اللي غادي ياكلوا بالعشيه. نسا نعطيهم انا فهاد جوج فراوات، هاد جوج فراوات هادو راه كافيهم وشايط عليهم مليح، داكشي باش منين تنوقف عليهم تيتخلعو تيهربو كاملين الفراوة الاخرى. اللهم يسر. مو تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم. اي تساؤل مرحبا والف مرحبا. الدجاج تا هو معاون معاون. يلا زيدي تانتي زيدي ما عندو ما يلقطو، غير شي حبات ديال الذرة اللي غادي يكون في لونسيلاج ولا غادي يلقطو، ولكن غير تيزلعو التون. بالنسبه للاخوان هذا هو العف اللي تنعطي نعري الجو مسكين، ضروري الاخوان هو خصو شويه ديال التورتو والشعير والنخاله. هو الاخوان راه دزيتو الرجيلة، راه يعني شويه دابا واخا تتقيس الارض ما تيهزاش، مو في داك اللي هو مسكين كان تتقيس الارض و تيبدا يهزها. الحمد لله راه غادي يفتح السون تبارك الله. الله يدير الخير، نتمنوهم الله تيسير. نزيدو شويه ديال الفراج صافي ما غاديش نخرجو. ثم الاخوان كما تشوفوا الفراج هو هذا، هذه هي الزريعه ديال الفراج انتي يكون بالحب ديالو. دابا هذه راه كامله حبوب، تنخلطوا حنا الفراج مع الشعير، هذا الشعير بلدي. ثم كما شفتوا راه فيه شويه ديال الخضر، ها تنطيحوه خضر وعاد تنجمعوه ونباليه. البال ديال الفراج هو هذا تبارك الله.
فيه الحب. خريف راه مازال يعلف، هادشي ديال العلف راه بركة عليك كافي. بالنسبة للفراوات راهم تشطبوا الإخوان، راه تلحسو مبقاش. والله يدير الخير، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم.